الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم في الإي كوميرس. وإن شاء الله النهاردة هنعمل التيبل الخاص بالكستومر، بحيث إن احنا نبدأ ننشئ الداشبورد الخاصة بالكستومر زي ما أنشأنا الداشبورد الخاصة بالأدمن. طبعا دي الداشبورد الخاصة بالأدمن، مفروض إن احنا بنعمل لوجن عليها ويبدأ يدخلك على الداشبورد الخاصه بالادمن. طبعا هي فاضيه ما فيهاش اي حاجه، فاحنا بس بننظم الشغل. بننسق الشغل، اول حاجه عملناها نزلنا الباكج الخاصه باللغه عشان المشروع بتاعنا يدعم اللغه، الى جانب ان احنا عملنا الداشبورد الخاصه بالادمن وعملنا الهوم بيج اللي هو بنكون عليها اول ما بنفتح المتجر الالكتروني بتاعنا. طبعا هنعمل ريدايركت على الهوم بيج فيما بعد ان شاء الله. طيب النهارده عايزين نعمل الداشبورد الخاصه بالكستومر. الاول هنقسم المحاضره، هنقسمها على كذا محاضره ان شاء الله. النهارده بس هننشئ التيبل الخاصه بالكستومر، بحيث ان احنا لما نيجي نعمل ريجستر هنا نعمل ريجستر على التيبل الخاصه بالكستومر وليس للادمن، لان انت دلوقتي لو عملت ريجستر هتسجل في تيبل اليوزر، وتيبل اليوزر ده احنا مخليينه للادمن. تمام يا جماعة، تيبل اليوزر ده احنا مخلينه لمين؟ للادمن فقط. تمام، اللي هو ده. فاحنا هننشئ تيبل جديدة هنخليها للكستومر، يعني لما يجي يسجل الكستومر هيبدأ ينشئ كل الكستومر هينشئه في التيبل الخاصة بالكستومر في الداتابيس. فاحنا هنروح للمشروع بتاعنا، للترمينال، هنقول له بي اتش بي ارتيزن ميك موديل الموديل ده هنسميه يا جماعة كوستومر وهيكون من نوع ريسورس، هيكون من نوع هنعمل له الميجريشن وهنعمل له الكنترولر من نوع ريسورس. تمام، بي اتش بي ارتيزن ميك موديل كوستومر. تمام، وندوس انتر. كده هو انشأ الداتابيز الميجريشن. اروح للداتابيز، في الميجريشن هنا عندنا هنا في الميجريشن بقى في التيبل ده اللي احنا انشأناه هنبدأ ان احنا ننشئ الكولم اللي احنا عايزينها. طبعا احنا محتاجين اول حاجة نيم، يبقى تيبل اوف سترينج، والسترينج هنسميه نيم. دي اول حاجة. تاني حاجة محتاجين ايميل، تيبل اوف سترينج هنسميه ايميل، وهنا هيكون يونيك يعني مش هيتكرر تاني. تمام كده يا جماعة. تالت حاجة محتاجينها تيبل، محتاجين مثلا الفون، يبقى نمبر او انتجر وهيكون نمبر او هنسميه فون
وهنا خليه نانابل، يعني الكستومر انشأه او ما انشأهوش مش هيعمل معاه كونفليكت، او مش هيطلع معاه ايرور، لان هنخليه نانابل. تمام. بعد كده محتاجين مثلا ادرس، عنوان تيبل، نوع string، والstring ده هنسميه address. وبرضو هنخليه من نوع nonable. و محتاجين باسورد، string، باس، تمام. وهنا محتاجين التوكن، لو فتحنا جدول اليوزر اللي هو remember تيكون ده محتاجينه. ومحتاجين كمان لو احنا عملنا بقى الايميل فيريفيكيشن على الكستمر ممكن نحتاجه. فاحنا هنا هنسيف دي بالنسبة للتيبل ده. اوكي. طبعا هروح للموديل، ادي الكستومر هنا، جدول اليوزر هنا من نوع اوزنتيكيشن، خلي بالك هنا جدول اليوزر باكسيدنت اوثنتيكيشن. فاحنا طبعا هنعمل برضو نفس الحاجة مع جدول الكستومر. تمام. جدول اليوزر كمان في ايه تاني عشان بس ايه نكون يعني ماشيين مظبوط 100%. تمام. احنا هنا بقى ممكن نستخدم بدل ما نجيب الفاليبل، نعمل فاليبل على كل الكولم، لا نستخدم الجريد. هنقول له بروديكت
هنا في الموديل في الكستومر هنقول له بريدكت جريدج، تمام، اند سيف. يبقى كده فاضل لنا الكنترولر HTTP controller. طبعا هنا الكستومر هو جايبه بره، لان احنا لما نشأنا ما حددناش المسار بتاع الكنترولر. فانا جاي ننشئ فولدر هنا، نقول ان الفولدر هنسميه كستومر، وهناخد ده كات ونحطه في الكستومر، ونغير المسار بتاعه وهنا نعمل اكسيدنت او امبورت للكنترولر ونسيف. هنا في الاندكس بقى نعمل بقى الكود بتاعنا، هنقول له المفروض ان احنا نعمل هنجيب نعمل سيليكت على كل الكستومر، بتساوي كوستومر all هنا نقول له ريتير فيو وهنروح ننشئ الفيو بتاعنا الخاص بالكستومر. ادي الفيو، وهنا هننشئ حاجة فولدر جديد هنسميه بيدجز، وهنا في البيدجز هننشئ فولدر خاص بالكستومر. وهنا هننشئ فايل index dot blade dot php وهننشئ فايل create dot blade والإيديت هنروح بقى للكنترول نقفل كل ده هنا ترجع لنا بيجز كستومر دوت اندكس نسيف وهناخد معانا الاري بتاعتنا اللي هي الكستومرز اوف الكستومرز، تمام. في الكريت برضو هترجع لنا ريتير فيو وهنا بيجز
كريت في الستور. هنا هنقول له الكستومر كريت وهنا بقى نبدأ ننشئ الكولم بتاعنا اللي هو أول واحد النيم هنا نقول له النيم أو في الريكوست اللي جايلك هتنشئ لنا النيم بتاعنا وكذلك الإيميل of request of الإيميل وكذلك الفون الأدرس اوف هنا بقى ناخد هنعمل حاجة اسمها هاش باسورد اللي هي في نفس يا جماعة لو انت دخلت هنا في الريجستر ادي الريجستر هنا في حاجة اسمها هاش ميك باسورد اللي هي الجزئية دي كده بناخدها تمام عندنا نفس الكلام في الكستومر هنا تعمل بقى امبورت للهاش سيف المفروض بقى ان احنا هنا في الريجستر يا جماعة احنا هنا في الاوس في الكنترول في الاوس في الريجستر هنا المفروض في جدول اليوزر بقى لما يجي يسجل يعمل ريجستر ما يسجلش في جدول اليوزر لا هيسجل في جدول الكستومر تمام ودي اللي هنعملها ان شاء الله ولو عايز تضيف طبعا الكولم التانية اللي هي نفس الكولم ديت بتضيفها اللي هي الفون والادرس والحاجات دي كلها تمام يبقى طبعا هنا ال validation ده ممكن تاخده عادي يعني ممكن ناخده كده وكده وهتحطه في ال customer controller لو انت حابب يعني طبعا هنا مفيش حاجة اسمها الباسورد احنا مش عاملينه
ده بالنسبة للكنترولر او الكريت الخاص بالكستومر. احنا المفروض بقى ان احنا كده عملنا الجزئية ديت، وهنعمل بس الابديت الاديت ريتير، معلش المفروض ان احنا نرجع بالفاريبل الخاص بالكستومر، ادي الكستومر بيساوي كاستمر فايند، هنا نرجع بالاي دي، وهنا نقول له ريتير فيو ريتيرن فيو، وهنا نرجع على صفحة الإيديت. وهناخد معانا ال array بالفاريبل اللي هو الكوستومر، اوف كوستومر. في الابديت الموضوع سهل جدا، ادي الفاريبل كوستومر بيساوي كوستومر، فايند الريكوست اللي جاي له، اوف الاي دي، تمام. وهنا الكستومر اوف ابديت والابديت، هنجيب نفس الكولوم اللي احنا هنعمل على الابديت، هنعمل على الحاجات دي كلها بإذن الله. ولما نيجي طبعا هنا احنا كل ده لسه ما عملناش ريتيرن على الصفحات، احنا هنا بعد ما ننشئ هنعمل له، نقول له ريتير ريدايركت هنعمل ريتيرن ريدايركت على الروت، الروت المفروض ان احنا بقى راح نعمل روت على طول اللي هو كاستمر كنترولر،
هنا بقى في نفس الروت ده ناخده كوبي ونحطه في الابديت، وهنا في الدستوري هنقول له برضه هنستخدم الاي دي هنا، هنستخدم variable customer بيساوي customer find، هنخليها destroy على طول destroy، و destroy هنا تستخدم request وفي ال ID، وهنا نقول له retain return redirect و redirect، هناخد ال route ممكن تخليها باك أحسن، يبقى كده احنا خلصنا الكنترولر الخاص بالكستومر. وان شاء الله هنكمل في المحاضرة القادمة الفيو بتاع الخاص بالكستومر، بحيث ان احنا نعمل صفحة الاندكس وصفحة الكريت وصفحة الايديت.